المحل ده مش بتاعي، ماليش دعوه بالنسخ المضروب والافلام السكس بتاعت عم درويش. بتاعت انا، الافلام السكس بتاعت انا. طب باشا كنت دوروا عليا وسعيكم، طب حرام عليكم محل ملوش ذنب. انا بني ادم زيكم على فكره، ايه البصه دي؟ ايه دي؟ الحادق تسلم ايديك يا قنطس. ما انا سايبك ساعه بتقلب في الموجز يا واطي يا واطي. انا بحاول الاقي حاجه تدلني على اصحاب البتاع المسروق ده. طب ما تسيبني اقلب معاك. لم نفسك يا نبوي، لم نفسك بدل ما لمك. عليا النعمه، ما كنت بخاف من ابويا قد ما بخاف منك. رتب يالا. طب ما انا قلت لكم من الاول يا باشا، قلت لكم بتدوروا على ايه وانا هساعدكم. اسالني هساعدكم، والله هساعدكم. طب يا باشا، طيب طب ده منظر محل خش تاب. احنا مكتوب على وشنا صيني، يعني اخرنا تاب صيني من ابو 600 جنيه. انا افتكرت يا باشا، افتكرت المسدس ده بيفكر. احنا فعلا جالنا تاب. حتى انا استغربت جدا، قلت هو التاب ده مين اللي جابه؟ قام صاحبه قال لي بتاعنا. قلت له طب انت عايز ايه يا صاحب التاب ده؟ قال لي فك لي الباسورد. قلت له هفك لك الباسورد. فكيته بالفعل والحمد لله العمليه نجحت. وراح قال لي جدع يا شاب، وراح اتكل على الله. النعمه العظيمه ما اعرف، والنعمه العظيمه ما في تاب جاي يا باشا. ايه لازمته الفيلم الاجنبي ده؟ ايه يا عم شو زنكر؟ طيب يعني بسم الله ما شاء الله، دي قوة ضغط المكان وبسم الله ما شاء الله. يعني لو كان في اي تاب هنا كان قال انا اهو. انت عارف يا لو طلعت بتكدب عليها هنعمل فيك ايه؟ وانا اعرف منين ما انتوا اللي هتعملوا، بس انا ممكن اتوقع. هتموتوني؟ احنا مش طيبين قوي كده. هتقتلوني؟ يلا يلا. ايه هتعملوا ايه تاني؟ هتعملوا ايه تاني؟ ايوه يا باشا، ما لقيناش حاجه. تمام تمام يا ريس، مستني الرساله. مع السلامه. الشاي يا سنبوي. طب روح انت وانا هاجي اساعدك. نبوي اساعدها بجد. سيده بيه، انت فيك حيل تساعدها؟ يا راجل يا راجل، دي انطس دي هتتصدم فيك صدمة عمرها. أي والله هتتصدم فيك صدمة عمرها. بكهرباء يا ولد، كهرباء. ها يا شهاب. ايه؟ ايه؟ يا نهار ابوك اسود. طب اقفل اقفل اقفل، انا جاي. لا تيجي يا قنطس. انت بتعمل ايه؟ بغسل الصحون يا سنابوي. ده واجب عليا انا اللي اغسلهم احد. وبعدين يا درويش، هو ده وقته؟ لا منك ولا كفايه تشرك. ايه انتوا مين؟ معاك اذن نيابه؟ قول ما تصوتيش، وراك راجل. انا عيل يا بنتي، انا عيل. الله يخرب بيتك يا شاب، الله يخرب بيتك يا شاب. يا نهار اسود، دي الشاشه اللي هناك دي خلاص اتكسرت. اه والكيسه دي مفيش حاجه سليمه؟ مفيش حاجه سليمه لماها؟ انا سليم يا عم درويش الحمد لله. انت بتخلص خالص. الله يفداك. اخلص خالص.
تفتحش بقى. انت قص البلاوي دي كلها. قلت لك من الاول، انا قلت لك من الاول اخر الطريق اللبش وحشه. ما صدقتنيش، ما سمعتش كلامي. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه دلوقتي؟ سامعني سامعني والله يا عم درويش، استهدى بالله كده. انا ما احبش اشوفك كده يا عم درويش والله. اقول لك اخصمه من مرتبي. مرتبك مين يا جزمه؟ يا جزمه يا جزمه، مرتبك ايه؟ مرتبك اخصمه؟ والله لا. شوف انت، انت حلال فيك ابوك، حلال فيك ابوك. الله يسامحك يا عم درويش. كنت اقعد معاهم، سيرهم، شربهم شاي، قول لهم هجيب لكم التاب. كلمني كلمني. هما جايين نخطب اختي، انت ما شفتهمش يا عم درويش. وبعدين انا دول لا يمكن يكونوا صحاب العباد، دول لا يمكن يكونوا تبع الدكتوره المحترمه اللي احنا شفنا صورتها. دول دخلوا شخرموا المكان زي التيران. شخرموا المكان زي التيران؟ ايه؟ داخليه يعني؟ لا يا عم درويش، مش داخليه. الداخليه بتشد بعد كده تنفخ. دول دخلوا نفخوا على طول. نفخوا على طول؟ تبع ايه دول يعني؟ معرفش. تعرفش؟ مش ناقصك يا نبوي، مش ناقصك. كنسل عليا. اطلبه تاني. وانا دايما لما بطلبه هو يكنسل. اطلبه تاني. ما هو هيطلبني. اطلبه. حاضر. غير متاح لي. ايه يا باشا؟ تمام تمام يا ريس. يلا يا رجال. عليا عم درويش، عم درويش. ايوه الحمد لله، لقيت ماوس شغال اهو. الماوس سليم؟ بس هو الماوس اللي سليم. حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل. ده ابويا بيتصل، شكله عاوزك انت. لا عارفه نبوي مش هيبطل زن. ها نبوي خير؟ نعم اتفضل قول، عايز ايه؟ كده يا درويش كده؟ بعت لي مصايب تبهدلني؟ يبهدلوني في بيتي؟ ده جزائي ان انا عزمتك عزومه كويسه على الغدا وضيفتك في بيتي. ايه ضيفتك في بيتي وعزمتني على الغدا؟ ايه اللي حصل؟ في ايه يا نبوي؟ بس يا ام بس ما تعيطيش. وانا كنت هخلي واحد يلبس شعره من شعرك، ده انا كنت ذبحته. انطس ايه وزفت ايه؟ ايه اللي حصل يا نبوي؟ ثلاث بغال استراني قلبوا البيت ودغدغونا، كل ده عشان الزفت اللي كان في ايدك. يا نهار قطران، وعملت ايه يا نبوي؟ اديتهم اسمك وتليفونك وعنوانك، وبدعي ربنا انهم يصدقوني. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. في عم درويش، الجماعة اللي جولك هنا وقلبوا المكان راحوا لابوك يدوروا على التاب. احيه ده بتاع كده مرصود. مرصود يعني ايه يا له؟ مرصود يعني في جهاز تاني بيتابعه وبيعرف مكانه على الخريطة. البتاع ده لازم يتقفل ونقط من هنا. كنت نروح فين يعني؟ في اي داهية، اي حتة. انت ما شفتهمش؟ انا شفتهم كلهم. دول وحوش يا عم درويش. ده في واحد منهم رفع كيسة بصباعه. رفع كيسة بصباعه؟ اه بصباعه. طب تعمل ايه يا عم درويش؟ بقفل على الحطام اللي جوه ولا هيبقى موت وخراب ديار. طب انجز انجز يا عم درويش، انجز عم درويش. الخراب وصل لحد هنا. انجز عم درويش. يا نهار طين. نط نط يلا. راح فين يا شهاب؟ سايق كده تمنع عن شم وهوا ونيجوا بسرعه. 30 جنيه يا شهاب. انا هشتريه. ورا الكتب ده. خش يمين من عند افتتاح المكان. حاضر. بص ورانا عم درويش. اطلع السوق ما تخافش. مش هتعدي. مش هتعدي. مش هتعدي. بص هتعدي. اه. هتعدي. هتعدي.
عليك يا عم درويش. جبتها منين دي؟ دي تسليكه رفع الابره. كل ابره وليها خرم. يلا حر اسود اطلع اطلع اطلع. انا بطلع اهو. السادة. انا مالي طيب؟ شيل حاجة مسروقة ليه؟ خلاص يا عم درويش. شيل حاجة مسروقة ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب ندمان. ندمان؟ خش وراه، خش وراه يمين. عدي من تحت الوجه، عدي. اهو. عدي. عدي 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 عدي. اسحب. هم لسه ورانا برضه. اسحب. خش يا مرحبا، خش يا وش المصايب وراه، ما تسيبوش، خليك وراه. عم درويش عذبناهم. المهم دلوقتي هنعمل ايه بقى بعد المطاردة الجامدة دي؟ رايحين لجلاب البلاوي. الحيوان اللي اسمه ايسا ده نلاقيه فين؟ انت اكيد عارف. اللي انا اعرفه ان هو بيقف في دروة كده في ابو قير. دروة في ابو قير؟ اه. يلا على ابو قير. ماشي على ابو قير.